مرحبا، احنا اليوم باليوم الثاني بمؤتمر عرب نت الرياض، ومعنا سعد الخضيري المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة أبو نواف، شبكة معروفة للمحتوى العربي بالعالم العربي كلياته. أهلا وسهلا فيك سعد. أهلا والله. تحكي لنا إيش رأيك بالمؤتمر لهلأ، وكيف كانت الجلسات، وإيش رح يأثر المؤتمر هذا على صناعة الإنترنت في العالم العربي وبدول الخليج بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مؤتمر عرب نت يعتبر من المؤتمرات اللي تحمل فيها مجموعة من الرياديين، مجموعة من الشركات، مجموعة من الموهوبين، مجموعة من المشاركين المهتمين في تقنية المعلومات. عرب نت يوفر ميزة أنه التقاء بين رواد الأعمال، والتقاء بين أصحاب المشاريع، والتقاء بأصحاب الأفكار. السوق السعودي يعتبر موقع جدا ضخم بالسوق العربي بشكل عام، بحكم انطلاق كثير من المواقع، التقنيات، كبريات شركات الاتصالات اللي موجودة. عرب نت ساهم ووفر انه تواجد الجميع في مكان واحد للاستفادة من قبل الجميع، سواء اصحاب افكار او رواد او شركات. والتنظيم كان جدا ممتاز، الجلسات كانت جدا رائعة، الحمد لله. وشفنا تطور كبير بالإنترنت. كخبير أنت صار لك سنين طويلة في عالم الإنترنت، شفنا تطور كبير عم بصير من الإنترنت في التسعينات لحديت هلأ. تغيرت المنتديات بشكل جديد، تحكي لنا عن المنتديات والإنترنت القديم في العصر الجديد، كيف راح تتغير؟ أوكي. في كثير من الناس يتكلم إنه يقول المنتديات انتهت أو راح تنتهي. ممكن ينتهي الشيء اللي ما في محتوى يستفيد منه الزائر. المنتديات راح يكون فيها تطور كبير إذا كانت متخصصة، إذا كانت متخصصة في مجال معين، متخصصة مثلا في برمجة، متخصصة في أزياء، متخصصة في سيارات، أو متخصصة في نوع ما هو موجود. راح يكون فيها مجال للمكان للحديث، للتخاطب بين بعض الأعضاء. المنتديات زي ما قلت إنه راح تنتهي الأشياء اللي ما فيها محتوى كبير، ولا المتخصصة راح تكون راح تظل إن شاء الله. وشبكة أبو نواف تطورت بخلال السنين الماضية بطرق يعني ظلت متواصلة مع المستخدم الموجود عليها. تحكي لنا كيف كانت تطورات شبكة أبو نواف بسرعة؟ الحمد لله. شبكة أبو نواف من 12 سنة متواجدة على الإنترنت، فكان لها تطور أنه إحنا نحاول بقدر الإمكان بعد توفيق الله أنه نمشي مع الزائر وش اللي محتاجه بالضبط. يعني مثلا كنا من قبل أنه كان في جروب، بعدين تحول إلى موقع، أو صار الموقع داعم للمجموعة البريدية. بعدها صار عندنا مثلا مع فورة السوشيال ميديا حاولنا نوصل للناس في الأماكن اللي موجودين فيها، مثلا تويتر، فيسبوك، الشبكات الاجتماعية بشكل عام. برضو أنه شفنا الناس متجهين مثلا لليوتيوب، نحاول نقدم أشياء لليوتيوب. في ناس كثير تقول لا خلي مثلا الزائر هو اللي يجي لك، لا، في أماكن معينة أنت اللي لازم تروح تشوف الناس وين هي موجودة فيه، زي مثلا ما قلت لك فيسبوك وتويتر. والحمد لله في تويتر في فوق تقريبا حدود 200,000 متابع لأبو نواف، في الفيسبوك الفان فيها أكثر من 120,000. القائمة البريدية لا زالت ترسل وفيها مشتركين وفيها ناس. هي تعتمد على حسب تطورك أنت مع الناس، وين الناس ماشي لازم تمشي معاهم، مو تظل على نفس وضعك. وتحكي لنا كيف شبكة أبو نواف بتستطيع تحافظ على المستخدمين والزوار وما بتخليهم يروحوا على شبكات ومواقع تانية لا يحصلوا على الأخبار. زي ما قلت لك أنه أنت لازم تروح لهم. شيء ثاني، التطوير المستمر، لازم يكون في عندك تطوير مستمر على المحتوى، تطوير مستمر على التقنيات الجديدة للويب. لازم تكون تشوف الناس إيش اللي تحتاجه بالضبط راح توفره لهم، إيش المحتوى اللي يحتاجونه، وين أماكن تواجدهم، بحيث أنه توصل لهم بسهولة، يوصلون لك. مثلاً الويب أبليكيشن، سوري، الفون أبليكيشن، سمارت فون أبليكيشن، عندك
زي ما تقول على المواقع الاجتماعية الثانية البسيطة، في أشياء كثيرة كل تحصل ناس كثير ممكن توصلهم بسهولة. وهل في خدع معينة ممكن الشركات الناشئة تستعملها عشان تقدر تخلي المستخدم يتفاعل مع المحتوى تاعها بطريقة معينة أنت اكتشفتها من خلال شبكة أبو نواف؟ ما في هي مية ما تعتبر زي ما تقول خدع أو حيل، هي ممكن تكون تكنيك معين إنه لازم تخلي الموقع مثلاً يكون قابل للسيرش انجن اوبتمايزيشن، بحيث إنه الجوجل المواقع هذه مواقع السيرش انجن توصلك بشكل سريع. من بين الأشياء هذه إنه أنت كيف توصل المعلومة عن طريق تويتر، يعني ما تخليها بشكل آلي، يعني لازم يكون في شخص واقف ورا تويتر بحيث إنه يسوي أبديت للناس المتابعين لتويتر. إذا أنت سويتها بشكل آلي الناس راح تعرف إنه شكل آلي وما هو شخص يعني اللي قاعد يتفاعل معهم، يحسوا إنه مجرد آلة، وهذا من الأخطاء اللي في كثير من المواقع تتبعها. وبآخر إشي بنسألك، إيش في نصائح بتقدمها للرياديين والشركات الناشئة؟ في كم نصيحة، اللي هو الواحد يصبر، يعني ما يتوقع النتائج بسرعة، لازم يتعب على المشروع اللي عنده، لازم ما يبخل على المشروع اللي عنده، يحاول بقدر الإمكان إنه يشوف إيش التقنيات الموجودة، يحاول يشوف المنافسين اللي مش موجود عندهم، ويحاول يوفر الأشياء اللي مين موجودة عند المنافسين. أهم شيء في الموضوع هذا كله الصبر، وأنه يركز بشكل كبير على مشروعه. يعني إذا كثرت المشاريع في البداية راح يصير عندك لخبطة. أي شخص من الناس اللي أنا أعرفهم ومن الناس منهم أنا، أنه أول ما طلعت المشروع الأول حسيت أنه مشيت فيه شوي شوي شوي، لا خلينا أطلع مشروع ثاني، هذا أكبر خطأ. لازم أن أركز على المشروع الأول وأمشي فيه إلين أحس أنه ستيبل، بعدين أنتقل للمرحلة الثانية. شكرا لك سعد، وتشرفنا بوجودك معنا. شكرا لك حبيبي.